عمليات كبرى للصيانة وتأهيل 4 طرق وطنية وولائية بالأغواط لما لها من أهمية قصوى في تسهيل حركة المرور والعربات من جهة، ومن الناحية الاقتصادية كذلك. تربط ولاية الأغواط بولاية الجلفة وتيارة والبيض من الجهة الشمالية. هذه الطرق تمس أزيد من 27 كيلومتر بين بلديات البيضاء وسيدي بوزيد وأفلو، وقد تم تخصيص 35 مليار سنتيم لهذه العمليات. مثل هذه المشاريع يعني عندها صدى كبير عند المواطن وفيها منفعة كبيرة، تنحى علينا الغبرة ونحو كذلك الشاحنات اللي كتدخل لنا البلاد، تشكل خطر كبير على المارة وعلى الوليدات وعلى سكان بلدية البيضاء. واليوم الحمد لله الدولة راه سهلتنا وعطاتنا هذا الطريق المختصر اللي خارج ما يدخلوناش البلاد. هذه الصيانة اللي هي إعادة الاعتبار وصيانة الأجزاء المتضررة بما في ذلك تهيئة بعض الممرات المائية تاع الوديان ومفترقات الطرق، هذه اللي راح تتمثل في إزالة النقاط السوداء الموجودة في هذه المحاور الرئيسية للطرقات وتأمن سلامة مستعملي الطرق. انطلاق هذه الورشات، خاصة ورشة إعادة توسيع وصيانة أزيد من 11 كيلومتر، تخص بلدية البيضاء، حيث مصنع أمودة للإسمنت الذي يعد من بين أكبر المصانع في البلاد، وتشهد حركة مرور تفوق 200 شاحنة يوميا. هي عمليات تحسن من الأداء الاقتصادي للعملية التجارية، خاصة فيما يخص طريق البيضاء أين يوجد مصنع الإسمنت الذي بحركة مرورية كثيرة، يتم حتى تصدير هذه المادة إلى دول أجنبية. فلهذه العملية هي عملية مهمة من أجل أولا السلامة المرورية للحركة للمواطنين والسيارات، وكذلك جانب اقتصادي لتسهيل السير لجميع المواطنين والتجار بصفة عامة. مصالح الأشغال العمومية وعلى مدار شهر كامل تسطر عدة عمليات صيانة وتأهيل للطرقات والمحاور والمنشآت الفنية وفك العزلة، من شأنها تحسين حركة المرور والبضائع.